مرحبا، كيف الاحوال؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولقاكم الفيديو تحبي احسن الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم طريقه اعاده تخزين الثلاجه، يعني طريقه تنظيم، كذلك نوعيه المنظمات اللي انا اشتريتهم وضعت فيهم يعني الخضروات، كذلك بقايا الاكل الموجوده في الثلاجه، طريقه تنظيم والتنظيف. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. اتمنى ان تشاهدوا الفيديو الى الاخير. تهلا في روحكم، نحبكم بزاف ونموت عليكم. سلام.